كان الفقيد وطنيا جريئا. حضرت له محاورة مع السيد إبراهيم الجعفري رئيس وزراء العراق السابق، جرت في لوس أنجلوس عام 2003 بمناسبة زوال النظام الدكتاتوري في العراق. ألقى السيد إبراهيم الجعفري كلمة بجمع كبير من أبناء الجالية العراقية في لوس أنجلوس، وشارك وفد من سان دياغو في اللقاء، وكان الفقيد أحدنا. ففي سياق كلمته حول علاقة النظام القادم في العراق بالأديان الأخرى، ذكر سيادته أن الحكم في العراق سيكون في رعاية الأقليات الدينية العراقية كالنصارى والصابئة وسواهم، فمثل ما رعاهم في أيام الدولة الإسلامية الأولى كذلك سيرعاهم اليوم. وضرب مثلا بالإمام علي كرم الله وجهه وكيف رعى أيام حكمه الفقراء من النصارى والصابئة وغيرهم. كان المرحوم أول المتحدثين، فوقف وقال للسيد الجعفري: إنك ذكرت الإمام علي وعدله قبل 14 قرنا، فكم من علي عندكم اليوم؟ فضحك الجعفري وقال: ولا واحد. فقال له الفقيد: والكلام لمن؟ ومن ثم قال له: والكلام للمرحوم، أنا ذمي، فهل ستأخذون الجزية مني؟ فلم يجبه السيد الجعفري وقال: ذكرت نحن نكون في رعايتكم، وهل تعرف ما معنى الرعاية؟ واستمر الفقيد في تعريفه للرعاية وقال: في اللغة العربية الرعية الرعي والراعي، أي نحن غنم وأنتم الرعيان، فلماذا لا نفكر في دولة مدنية الكل فيها متساوون، لا تفرقهم سوى كفاءتهم ومقدرتهم؟ وعند ذاك سأله الجعفري: ما اسمك ومن أنت؟ فقال له المرحوم: أنا أبو أريج. طبعا كان معانا هناك بعض الأخوان مثل فاروق وصباح وزوجتي وآخرين، كنا حوالي 7. قدم الفقيد دراسات مختلفة في الأدب واللغة وتاريخ وادي الرافدين القديم، وأصدر فترة طويلة من الزمن مجلة الكلمة التي كانت منبرا حرا للأقلام النزيهة، وكانت في عداد المجلات المتميزة الصادرة باللغة العربية في أمريكا في تسعينات القرن الماضي. وكان الفقيد مساهما فعالا في تحرير مجلات كثيرة كمجلة الأقلام المهجرية ومجلة حمورابي التي صدرت منها عدة أعداد في المهجر الأمريكي، وله مقالات أدبية وسياسية كثيرة وقصائد شعرية ألقيت في مناسبات مختلفة. عمل الفقيد معنا في كل لجنة وفي كل تجمع، ونحن في هذه التجمعات اعتدنا أن نعطي للفقيد في مجالسنا ألقاب كثيرة، فكنا نسميه الأديب، وكنا نسميه الشاعر والأستاذ والبروفيسور، مع الاعتراض على بعض الألقاب، وكثير من الألقاب أعطيت له، فهو كان شاعراً وملماً في بحور الشعر وأوزانه، وكان مؤرخاً وباحثاً في خفايا التاريخ وبطونه، كان لغوياً ضالعاً في نحو وأصول أكثر من لغة واحدة، كان أديباً وكاتباً في صفحاته، وقدم محاضرات عديدة في التاريخ القديم والأدب المقارن، وكنا ننتظرها ونترقب جلساتها بتلهف لما تحمله
من معرفة وسعة أفق. فسيأتي مساء وأهلا ومرحبا بكم. أحقا أننا نرثي أبا هليج، أتفحص الوجوه وأعاين في ملامحكم جميعا علني أجد أبا هليج بيننا جالسا. اثنان أوجع قلبي برحيلهما، أبي الذي توفى في العراق دون أن أقف على لحظات موته الأخيرة، وأبي الآخر حمق اللابات الذي توفي وأنا في العراق. فيا المفارقة أن يموت أبي في أمريكا وأنا في العراق، ويموت أبي الروحي في أمريكا وأنا في العراق. حزنت كثيرا وأنا أفتح النت لأرى رسالة من الاتحاد الديمقراطي العراقي من الزميل نجاح يوسف، وهو يرثي فيها أبا هليج. كنت أقرأ الإيميل في بيتنا في بغداد، وكانت إلى جانب زوجتي، وبلا وعي ولا شعور ولا صرخت آه. فهبت زوجتي لتسألني عن هذا الصراخ، فقلت لها لقد رحل أبا هليج أو رحل أبا هليج، وصرخت معي ونحن نبكي. كان أولاد أخي يستغربون هذا البكاء عندما قلت لهم أن المتوفي اسمه حنق اللامات. ما بال هذا المسلم الشيعي يبكي على هذا المسيحي؟ أي رابطة بين الاثنين؟ أي وشيجة تجمع بين هذين الاثنين؟ ولعل الأقصى أو الأكثر غرابة أن زوجتي أيضا بكت. لقد كان أبو هليج صديقا لي ولزوجتي ولابنتي، وكان يصر على أن يتحدث مع العائلة فردا فردا. أحببت في أبي هليج ثلاث خصال. الأولى أنه رغم مسيحيته وكونه شماسا، ورغم عراقته وجذره المسيحي الذي يمتد لأكثر من 2000 عام، هذا المسيحي لم يكن يفرق بين دين وآخر. كان قريبا جدا إلى المسلمين شيعة وسنة، وكان قريبا إلى الصابئين واليهود، ومثل ما كان قريبا للعرب والكرد والكلدان والأشيب. ودليلي على ذلك أن الرجل ومعه 5 فرسان من الفرسان العراقيين قدموا طلبا إلى الأكاديمية السويدية لي منح السيد السيستاني جائزة نوبل السلام. لم يكن هذا الرجل طامعا بمنصب ولا طامعا بمال، لقد كان السيد السيستاني نموذجا للسلام، والرجل أراد لهذا الرجل أن يأخذ جائزته. كان من بين هؤلاء 5 4 مسيحيين على ما أعرف، منهم الراحل حنق اللاوات. هذا نموذج للتدين. كنت أنوي أن أكتب قصيدة عن الراحل، لكني قرأت هذا الإيميل متأخرا وعدت إلى العراق وأنا ممتلئ حزنا. لكني ذهبت في صبيحة اليوم الثاني إلى السويد لأشارك في مئوية مفخرة العراق العالم العظيم عبد الجبار عبد الله. وظلت القصيدة تدور في دمي، تبحث عن منفذ كي تخرج. كنت أنوي كتابة هذه القصيدة خلال هذه الأيام لأقرأها وأنشرها في 400 الراحل الكبير، لكن اتصالا من صديق عزيز أخبرني أن اليوم هو يوم للراحل واستذكار لفجيعتنا جميعا. لكن القصيدة لم تزل تدور في داخلي تبحث عن منفذ، ربما سيأتي اليوم أو غدا أو بعد غد، لكنها بالتأكيد ستكون قصيدة تليق بالكبير حنق اللابات، مرجعيتي. كان حنق اللابات مرجعيتي التاريخية. كنت أزعجه بأسئلتي أحيانا ونحن نجلس في النادي، أسأله عن حسن السريع هل رأيته في رقم 1؟ فكان يقول نعم. كنت أسأله، كنت أعرف موقف حسن السريع، لكني أردت أن أستزد بهذه المعرفة. احكي لي يا أبا هليج عن حسن السريع،
احكي لي عن فرسان عبد الكريم قاسم وهم يتصدون للطغاة في 63 يوم شباط الأسود. وكان مرجعيتي اللغوية، كنت أعتقد ولم أزل أعتقد بأنني واحد من العارفين بشؤون اللغة والضريعين بشؤون اللغة، لكني حين أكون أمام قامة عن قلابات أشعر بالأمية وأشعر بالفعالة اللغوية لكون حنا قلابات عملاق وقامة طويلة، ليس قامة طويلة في الجسد فقط وإنما قامة طويلة في المعرفة وفي الثقافة وفي الوعي. هو المعلم في اللغة العربية لكنه أيضا ذو شجون وشؤون في الآرامية والفرنسية والإنجليزية، فأي ثقافة هذه التي يمتلكها هذا الرجل؟ لذلك كنت لا أخجل أبدا ولا أشعر بالحرج ولا أشعر بالحرج حين أسأله عن كلمة ما أو إعراب ما، هذا منصوب أو ذاك مرفوع. كنت أثق أني أمام رجل يمتلك الخبرة والمعرفة والأخلاق، فلا يشهر بي، لا يقول هذا الكاتب والشاعر فالح حسود دراج سألني أمس عن كلمة أو عن جملة، إنها الأخلاق، أخلاق الكبار. النقطة الأخرى التي أعجبتني في هذا الرجل هو عائليته، إنسانيته. في آخر سنوات عمره ذهب الرجل إلى العراق، ليس الذهاب الأول الذي ذهب فيه بعد تحرير العراق من نير الطغاة، وإنما السفر الأخير كان قبل فترة وجيزة. كنت قلقا عليه، كان الوضع مشتدا وكنت أذهب باستمرار للعراق وأرى بعيني كيف هي الحياة هناك وكيف صعوبة الأقدار والتنقل بين مدينة أخرى أو شارع آخر. قلت له لماذا تذهب يا أباليج؟ أن الوضع خطير جدا. قال لي ابنة تحتاج لبيت وهذا البيت أنا الذي سأوفر لها، فأنا أذهب بمحبة العراق وأذهب لكي أدبر هذا البيت. إذن كان حنا قلابات أدب، وكان مناضلا، وكان عراقيا، وكان شريفا، لم ينل منه أحد ولم يسمح لأحد أن ينل منه. أظل أتفحص الوجوه وأعاين في ملامحكم جميعا علني أجد حنا قلابات يرثي معنا حنا قلابات. شكرا جزيلا.